يا صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام من مصر ومن كل مكان في العالم. اهلا وسهلا بحضراتكم مع صباح جديد وبالتالي حلقه جديده من هذا الصباح على شاشه اكسترا نيوز. النهارده يوم الاحد 15 سبتمبر لهذا العام 2024، الثاني عشر من شهر ربيع الاول لسنه 1446 هجريه. كل سنه وحضراتكم طيبين طبعا بمناسبه ذكرى المولد النبوي الشريف. النهارده العالم الاسلامي كله بيحيي مناسبه دينيه عطره وعظيمه ليوم فعلا عظيم وغير عادي في تاريخ البشرية، هو مولد سيدنا محمد النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله النهاردة خلال وقت الحلقة الممتدة لحوالي ساعتين من دلوقتي هنتوقف مع حضراتكم في عدد من المحطات المختلفة ومنها محطة استثنائية من أجل استحضار هذه السيرة العطرة، سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. في البداية بس اسمحوا لي أن أرحب بزميلتي العزيزة سارة سراج. صباح الخير عليك يا سارة. صباح الخير عليك يا باسم. كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيب وكل سنة وكل مشاهدي اكسترا نيوز والعالم العربي والإسلامي طيبين وبخير يا رب. النهاردة وزي كل صباح هنتوقف خلال وقت حلقتنا النهاردة في اكتر من محطة مختلفة متنوعة، هنناقش خلالها قضايا في السياسة والاقتصاد والسياحة، وكمان هنتوقف في محطة مهمة جدا عند ملف الإسكان، وده في ضوء ما أعلنته الحكومة بالأمس عن طرح آلاف الوحدات السكنية الجديدة لمتوسطي ومحدودي الدخل. أظن رقم يا باسم هيوصل ل 70,000 وحدة سكنية، منهم 60,000 لمحدودي الدخل و 10,000 لمتوسطي الدخل، وده بالتأكيد خبر مفرح جدا هنتوقف عنده خلال البرنامج ونستعرض معاكم ابرز تفاصيل الوحدات السكنيه الجديده، خاصه وان الاعلان هيتضمن او تضمن كمان تفاصيل ثانيه عن طرح اراضي وحدات سكنيه للمصريين في الخارج. هو بالفعل خبر مفرح زي ما وصفتيه يا ساره، وبالتاكيد ان احنا هنتناوله مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، لانه بيؤكد شيء مهم جدا، وجود توجه قوي عند الحكومه بعد شهور قليله من تكليفها على الانحياز الكامل للفئات محدوده ومتوسطه الدخل. الحقيقة أنها مجهودات فعلا بتستحق الإشادة، ولأنها متماشية ويعني بتسير في اتجاه موازي ومتسق مع السياسات اللي رسمتها القيادة السياسية للجمهورية الجديدة من 10 سنين كاملة، واللي تم ترجمتها في صور كثيرة ومختلفة في إطار دعم وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للملايين من المصريين. ده بيأتي إلى جانب تواصل جهود ومخططات الدولة بهدف منح دفعة قوية للاقتصاد المصري اللي بيشهد حاليا جهود حكومية دؤوبة جدا من أجل تجاوز كل التحديات الاقتصادية اللي فرضتها الأزمات العالمية المختلفة يا سارة. فعلا يا باسم، وزي ما قلت في مجهود كبير جدا بتبذله وبذلته الدولة المصرية في مختلف القطاعات، والنهاردة برضو هنتكلم عن جهود واستعدادات القطاع السياحي مع دخول أهم موسم سياحي في مصر هو موسم الشتوي. بعيدا عن ملفاتنا المحلية هيكون لينا محطة خاصة مع المشهد في فلسطين والأوضاع المتوترة في غزة والضفة، واللي أصبح الجميع بما فيهم دولة الاحتلال مش عارفين إيه هو السيناريو المستقبلي للعدوان الظالم اللي قرب من عام كامل من القتل والحصار. في الختام أعزائنا المشاهدين هنستعرض كالعادة أبرز منشطات الصحف المصرية من خلال فقرة الصحافة، ودلوقتي نبدأ حلقتنا مع أبرز العناوين. الاحتلال يواصل سيناريو الإبادة وأربعة مجازر جديدة ضد العائلات في غزة. الإسكان تعلن عن طرح 70,000 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل قريباً. المولد النبوي رحلة في رحاب الرسول الكريم. وقراءة في أبرز عناوين الصحف مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. بدماء الشهداء والأبرياء، يصنعون ملحمة البقاء، حيث يولد الصبر من قلب المعاناة، ورغم الأسى تستمر الحياة، يجتازون الألم تحت ظل العلم. يتشبثون بأرضهم على مر الزمن،
يذودون بالروح عنها وإن عز الثمن. هم الآتون من وحي حطين، السائرون على خطى صلاح الدين. هم أهل فلسطين العزة، وفي القلب منها قطاع غزة. عنوان الفداء وأرض البطولة والكبرياء. أهلا بحضراتكم من جديد. هنبدأ أول محطة معنا النهاردة من الملف الفلسطيني وآخر التطورات بشأن العدوان العسكري المستمر على قطاع غزة واللي قارب أنه يصل إلى عام كامل. في هذا الصدد ارتكبت قوات جيش الاحتلال خلال 48 ساعة الماضية 4 مجازر جديدة ضد العائلات في القطاع قطاع غزة بحسب ما أعلنته الصحة الفلسطينية، وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي لأكثر من 41 ألف شهيد وما يزيد عن 95 ألف جريح منذ 7 أكتوبر الماضي. على جانب آخر، وطبقا لمنظمة الصحة العالمية، شهدت الجولة الأولى من حملة شلل الأطفال أو حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة تطعيم نحو 560 ألف طفل اللي هم أقل من سن 10. تم تنظيم الحملة على 3 مراحل مختلفة، وده كان في الفترة من الأول إلى 12 من سبتمبر الجاري. بيأتي هذا الأمر وسط استمرار الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية برفض التهجير ودعم الحشد الدولي لاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود ما قبل سنة 1967، والسعي للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بالتنسيق طبعا مع الولايات المتحدة الأمريكية وسط تحذيرات من اتساع دائرة الصراع في المنطقة. لمزيد من التحليل ينضم لنا عبر الزوم دكتور أشرف سينجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة. دكتور أشرف صباح الخير. صباح النور، أهلا بك يا دكتور. عايز أتوقف طبعا عند حملة تطعيم ضد شلل الأطفال اللي وصلت تقريبا لأكثر من 560 ألف طفل. عايز أعرف من وجهة نظر حضرتك الأهمية الكبيرة لهذه الحملة إيه وصداها سواء على الجانب الفلسطيني أو الجانب الإسرائيلي، برضو تلقوها إزاي؟ يعني استمرار حملة التطعيم بتؤكد أن في النهاية الشعب الفلسطيني مستمر في الحياة وأنه قادر بكل الضغوط الإنسانية والقانون الدولي على أنه مستمر في الحياة، مستمر في التطعيم. يعني مهما حاولت دولة الاحتلال أن تعطل عملية التطعيم، ولكن إرادة المجتمع الدولي اللي بنتكلم في أكثر من 145 دولة اعترفت بدولة فلسطين. بنتكلم في اجتماع مدريد اللي ضم كل الدول العربية الرئيسة، مصر، وكان موجود طبعا تركيا، ونقدر نقول ان الاسبان يعني حقيقة نستطيع القول شكرا اسبانيا، لانها دولة لها من الاحترام الكبير، هي وسلوفينيا وايرلندا والنرويج، لان دي دول اختارت ان تعلي من الإنسانية ومن القانون الدولي واحترام الأعراف والتقاليد الدولية وحماية الأبرياء والمستضعفين، وتشاركت بما قدمته مصر وسندت ما قدمه الرئيس السيسي. هذه دول مهمة وكبيرة في الاتحاد الأوروبي وأعضاء في حلف الأطلنطي. ده تحرك مهم يتزامن مع طبعا استكمال عملية التطعيم، وده اللي بيخلي طبعا دولة الاحتلال البائسة والطائشة في أنها تزيد من الغل في كل التصرفات الدولية بأنها تزيد من المجازر ومن قتل الأبرياء في شعب غزة وفي شعب فلسطين. هذه أمور لا يمكن أن تدفع أهل فلسطين أهل العزة بأن يتركوا أرضهم وأن يسيروا خلف السيناريو الرديء الذي يتبناه هذا نتنياهو بتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وكل المحاولات التي يقوم بها في شمال قطاع غزة محاولا أن ينفي هؤلاء المواطنين الأعزاء القابعين والمستمرين
في أرضهم. بحسبة المعادلات الرقمية مهما حاولت دولة الاحتلال ما زال عدد الشهداء وصعودهم إلى السماء مباركين طبعا. ولكنه عدد قليل للدفاع عن قضية فلسطين وعن أرض العزة والكرامة فلسطين. والفلسطينيون يا دكتور أشرف نفسهم يعني سكان هذا القطاع وأهل هذا القطاع صرحوا في أكثر من مناسبة يعني مدى إدراكهم للمخطط الخاص بدولة الاحتلال وقوات الاحتلال، وبالتالي أن هم لن ينجرفوا أو لن يقعوا في مثل هذا الخطأ مرة أخرى من ترك وتهجير أراضي والتهجير من أراضيهم. في نفس الوقت ما حضرتك تحدثت عن الحشد الدولي، عايز أسأل حضرتك على هل من جديد فيما يتعلق بإمكانية الضغط على إسرائيل من أجل الموافقة على وقف إطلاق النار؟ لأن الكثيرين بيروا أنه التعنت الإسرائيلي الحالي برأس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو وسيطرة اليمين المتطرف على هذه الحكومة وقراراتها بيجعل هناك صعوبة شديدة أو ربما لا يروا أمل في وجود التفاوض أو وصول التفاوض إلى نتيجة حتمية بوقف إطلاق النار. تعليق حضرتك على هذه النقطة. طبعا لا أمل مع هذه الحكومة ولا أمل مع دولة الاحتلال وشعب دولة الاحتلال، لأن طبعا طالما ازداد نتنياهو في إشعال الحروب والصراعات أكيد بيلقى دعم من شعب إسرائيل للأسف. يعني الأصوات المعتدلة داخل دولة الاحتلال للأسف بتخفض، وده أمر متوقع لطبيعة التكوين النفسي لشعب إسرائيل. أنا عايز أقول لحضرتك الموقف مثلا في الولايات المتحدة كاميلا هاريس، رغم طبعا موقفها الانتخابي وحق طبعا دولة الاحتلال في الدفاع عن نفسها، وهذه كلمة تكررت منذ قيام دولة الاحتلال وبطشها ويأسها الذي ينتهي بقتل الأبرياء من أهل فلسطين، لكن كاميلا هاريس أو الشارع الديمقراطي أو شارع الحزب الديمقراطي أو شباب الحزب الديمقراطي داعمين لحل الدولتين، يعني داعمين لوجهة نظر مصر وأسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا وفي دول كبيرة طبعا في الاتحاد الأوروبي. لكن نقدر نقول أن العجلة تحركت، عجلة التحرير تحركت. مهما حاول نتنياهو بأن يوقف عجلة التحرير، لا، عجلة التحرير تحركت. يعني في نقطة أنا في تقديري بسميها النقطة الحرجة اللي كان لشعب فلسطين، اللي هي فكرة انهم تجاوزوا لما يسمعوا دلوقتي عدد الشهداء 41 ألف وعدد المصابين سيصل إلى 100 ألف وأكثر. هنا التضحية الآن أصبحت لها ثمن لنيل الاستقلال كما نالت دول استقلالها من كل دول غزتها واحتلتها، وهذه ضريبة بيدفعها أهل البلد للتحرير. دفعتها مصر قديما طبعا، ودفعتها جنوب أفريقيا ودفعتها الجزائر. دي حركة تحرير بتتحرك. ولكن في نقطة مهمة، إطلاق الصاروخ الباليستي من اليمن والانزعاج لحرب إقليمية تزيد صداها مع لبنان أو ضرب سوريا أو العراق أو كل يعني نتنياهو بصراحة يعني نجح فأنها جمع الشرق والغرب، جمع إيران وتركيا وجمع اليمن وجمع كل الدول العربية. هذا تصرف بائس طائش، لأنه كان مفترض كسياسي يسعى لتحقيق السلام. وفكرة السلام لما مصر اختارت السلام بكامب ديفيد وحافظت عليه إلى الآن، ده اختيار الإنسانية، اختيار أن نعيش معا، لأن مستقبل المنطقة يحتاج لأن نعيش معا. أكيد لا دكتور. نقاتل بعضنا البعض. طيب دكتور أشرف، يعني من بداية العدوان الأخير على قطاع غزة وتحذيرات الدولة المصرية مستمرة من اتساع دائرة الصراع، حضرتك بتشوف إزاي استجابة المجتمع الدولي ومدى استجابته لهذه التحذيرات؟ لا، هو المجتمع الدولي بدأ يعي تماما كلام الرئيس السيسي. الرئيس السيسي أول ما تكلم عن تداعيات لحرب إقليمية كل الجرائد كل التحليلات كل مراكز البحث حتى هنا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الفورن أفيرز بدأت تتكلم عن الخوف من الحرب الإقليمية. هل الحرب الإقليمية كما يعني تحدث عنها الرئيس السيسي
أصبحت قريبة، يبدو أنها أصبحت قريبة، لأن ما يقوم به الاحتلال وما يقوم به من عدوان وتصرفات البائسة والطائشة والموتورة والمهتورة والمستمرة دكتور بدون أي رادع. يعني شوف يا فندم، يعني دولة الاحتلال بنت التاريخ على أنهم ضحايا للهولوكوست، أنا ما بنكرهاش، ولكن فكرة أن تكون ضحية للهولوكوست وأن تكون أنت الجلاد تتحول إلى جاني وتقتنع وتقنع نفسك بأن العالم سيتعاطف معك لقتل الأبرياء من أهل فلسطين، هذا التناقض أصبح المجتمع الدولي شايف أن ما تقوم به دولة الاحتلال بيهدد الاستقرار أكيد. وده الكلام اللي قالته مصر أكيد يا دكتور، قالته الإدارة المصرية وقاله الرئيس السيسي بشكل كبير، بس وقف إطلاق النار قادم والدولة الفلسطينية قادمة لا محالة إن شاء الله يا دكتور، نتمنى إرادة طبعا. الفلسطينيين نتمنى طبعا، وفي أقرب وقت بشكر المجتمع الدولي. أكيد يا دكتور، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، شكرا جزيلا. خلينا نروح مع حضراتكم مشاهدينا الكرام لخبر مفرح، هو خبر خاص بالمبادرة الرئاسية بداية للتنمية البشرية، والإشادة اللي حصلت عليها هذه المبادرة من مدير عام منظمة الصحة العالمية دكتور تادرس أدانوم، واللي وجه فيها التهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وللحكومة المصرية على هذه المبادرة، وقال إنها بتعكس رؤية شاملة وكاملة على جميع المستويات السياسي والاقتصادي والاجتماعي والوطني بما يعمل على سرعة تحقيق التنمية البشرية والتطور المنشود. وأكد أيضا دكتور تادرس أدانوم ثقته بأن المبادرة سيكون لها تأثير كبير في شتى المجالات. أضاف مدير عام المنظمة بأن بداية بتحتاج إلى تعاون وثيق ما بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص أيضا لإظهار قوة هذا التعاون في خدمة المجتمع وتحسين الصحة والتعليم وحماية المجتمع. كمان أشاد بتركيز هذه المبادرة على تمكين المرأة والشباب لتحقيق أهداف التنمية. تعالوا نتعرف على المزيد من التفاصيل عن هذه المبادرة المهمة جدا مع هذا العرض ونرجع بعد. نعرف أكثر عن الدور المهم جدا اللي بتلعبه مبادرة بداية من دكتور أشرف عقبة رئيس أقسام البطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا. دكتور أشرف صباح الخير. صباح الخير يا سارة، وصباح الخير يا رامي، صباح الخير على جميع المشاهدين. صباح النور على حضرتك دكتور، منور في هذا الصباح. الله يكرمك. دكتور أشرف، عايزين نتكلم عن دلالات هذه الإشادة المهمة جدا الحقيقة من مدير عام منظمة الصحة العالمية، وعايز أتكلم مع حضرتك برضو عن التأثير الأهم والأكبر لهذه المبادرة لحد دلوقتي. الحقيقة أن هذه المبادرة بتعكس تفكير استباقي يضع استراتيجية مهمة جدا للاستفادة من كل يعني قدرات الشباب والأطفال.
لأنها الحقيقة بتخص كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص تحت يعني تفكير في إزاي أنهم يرفعوا مستويات الأطفال والشباب والوصول بهم إلى أعلى مستوى من القدرات الإنتاجية. لأنه هنا إحنا بنفكر إزاي مش بس إن إحنا نمنع المرض وإنما ومش بس إن إحنا نحصل على صحة جيدة للأطفال والشباب وإنما كمان تنمية قدراتهم وإعدادهم لسوق العمل في المستقبل. ده طبعا بيساعد إلى حد كبير بإن هو يحط استراتيجية مهمة جدا واضحة المعالم علشان فعلا شبابنا يستفيد من الدولة المصرية اللي بتهتم بيه اهتمام كبير. المبادرة الحقيقة بتهتم بالصحة من ناحية مش بس علشان منع الأمراض ولكن كمان عشان الوصول إلى مستويات صحية عالية وبالتالي ده بيوفر قدرة عالية وإنتاجية لهؤلاء الشباب إنهم هم فعلا يتعلموا مهارات جديدة وكمان يبقى في إعداد ليهم لسوق العمل على المستوى المستقبلي. طيب لو هنركز مع حضرتك يا دكتور أشرف على الجانب الصحي والخدمات الصحية المقدمة من خلال هذه المبادرة بداية جديدة، عايز أعرف من حضرتك هي متقسمة لمستهدفات عمرية مقسمة إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى هي البرامج الخاصة بالأطفال ودي من سن يوم لحد سن 6 أعوام كاملة. عايز أعرف من حضرتك دور هذه المبادرة إزاي بتستهدف من خلال استهداف هذه الفئة العمرية في الحد من وفيات حديثي الولادة وكمان تدعمهم صحيا بشكل كبير وبشكل مبكر. إذا كانت فعلا بتنظر إلى الأطفال مصر بهذا الشكل فتبدأ الرعاية الحقيقة من أول الحمل بتاع الأم وبالتالي الاهتمام كمان بصحة المرأة وخاصة أثناء فترة الحمل علشان فعلا يكون النتيجة طفل سليم لا يعاني من أي مشكلة. وممكن هنا نقدر نقول أنه فحص المقبلين على الزواج جزء من هذه المبادرة لأنه بالتالي عايزين أطفال سلام أصحاء. كمان الاهتمام بصحة الطفل والبحث عن كل المشاكل الصحية في الفترة العمرية اللي هي بدايات هؤلاء الأطفال في البحث عن الأنيميا وتقزم وضعف السمع وبالتالي ده بيساعد على انه فعلا ما يبقاش عندنا اي مشكله في هؤلاء الاطفال. كمان لو قلنا ان احنا حملات التطعيم اللي بتحميهم من حدوث الامراض ده جزء برضو من هذه المبادره. لكن مش بس الحقيقه المبادره مش بتنظر بس لمنع الامراض وكمان وجود حياه صحيه وانما لا ده هي بتشوف انه ازاي نعمل تنميه على المستوى طويل المدى لهؤلاء الأطفال بتضافر كل الجهات الحكومية وكل الوزارات من صحة وتعليم وأوقاف وكل الوزارات يكون عندها اهتمام بصحة الطفل بحيث أنه في الآخر ينتج عندنا طفل سليم معافى عنده قدرات ذهنية تحطله برامج علشان يحصل فيها نوع من التعليم وده دور وزارة التعليم في هذه المبادرة وبعدين كمان إعداده لسوق العمل على ما بالضبط يا دكتور هو ده اللي كنت عايز أسأل حضرتك عليه إن مبادرة بداية بتهتم بالإنسان بمختلف قطاعات صحة تعليم وكمان تمكين الشباب والمرأة. حضرتك بتشوف أثر هذه المبادرة إيه الأكبر في هذه المجالات؟ نحن الحقيقة ده بيساعد على وضع استراتيجية طويلة المدى نقدر نستفيد من أطفالنا وفي نفس الوقت نحقق لهم مستقبل يتمنوه وده الحقيقة في نوع من تضافر جميع الجهات سواء حكومية أو قطاع خاص أو غيره علشان فعلا نقدر نحصل على الهدف الكبير اللي هو عدالة اجتماعية أطفال أصحاء قدرات عالية بحيث أنهم يقدروا ينزلوا سوق العمل وهم عندهم المهارات اللازمة اللي تخليهم يقدروا فعلا يتنافسوا مع العالم في الوقت. كان لسه عندنا ضيف عزيز يوم أمس يا دكتور أشرف هو دكتور مجدي خالد وكان بيتحدث معنا عن الصحة الإنجابية وعن فحوصات وكشوفات ما قبل الزواج وتحدث عن أنه نقطة مهمة جدا تتعلق بالصحة الإنجابية بصفة عامة هي نقطة نشر الوعي في هذه أو في هذا الشأن بالنسبة للمواطنين بالنسبة للمقبلين على الزواج بالنسبة للأهمية الشديدة للعادات المختلفة خصوصا العادات السلبية منها اللي لازم نحن ناخد بالنا منها. حضرتك شايف دور بداية جديدة في نشر
نشر الوعي السليم فيما يتعلق بالصحة الإنجابية عامل إزاي؟ ده فعلا بيقدر ان هو يدينا نوع من التثقيف والتوعية والإرشاد، بحيث انه هؤلاء الشباب المقبلين على الزواج فعلا يكون عندهم وجهة نظر وخطة مستقبلية لمستقبل أطفالهم على المدى البعيد، وفي نفس الوقت يستفيدوا من خلال هذه المبادرة بتضافر جهود الدولة اللي بتحط كل إمكانياتها سواء من صحة وتعليم وإمكانيات أخرى، بحيث أنها تقدر أنها تحط لهم برامج فعلا يستفيدوا منها ويتحقق لهم المستقبل اللي هم بيتمنوا. جميل، هي زي ما حضرتك ذكرت مبادرة شاملة، وإحنا ركزنا مع حضرتك على القطاع الصحي منها أو الجانب الصحي الخاص بيها، لكن بنشكر حضرتك طبعا كل الشكر دكتور أشرف عقبة رئيس أقسام البطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا، ألف شكر. هنروح بقى شوية مشاهدينا الكرام لقطاع السياحة، واللي بيشهد انتعاشة كبيرة على مدار الفترة الماضية، ده بجانب انتظار المزيد من الانتعاش السياحي في الموسم الشتوي خاصة في الأقصر، وظل توقعات بحركة سياحية أكبر من السنوات الماضية عبر التجهيز لسلسلة طيران مباشر من العواصم الأوروبية بإجمالي 16 رحلة أسبوعيا، ده إلى جانب توقعات بزيادة التدفقات السياحية من الدول الآسيوية وعلى رأسها الصين والهند واليابان، وتصل نسب الحجوزات بالموسم الجديد لحوالي 90%. طيب تعالوا نفهم تفاصيل أكتر مشاهدينا الكرام عن هذه السياحة أو هذه النسب مع الأستاذ محمد كارم الخبير السياحي وانضمامه معنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ محمد. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير للسادة المشاهدين. صباح النور وكل سنة وحضرتك طيب. طبعا بمناسبة المولد النبوي الشريف أو الكريم، وعايز أعرف من حضرتك بداية وإحنا بنتكلم عن السياحة وزيادة نسب الإقبال والإشغال، داخلين على موسم الأهم في مصر وهو موسم السياحة الشتوية، نسب الإقبال حتى الآن والحجوزات بتصل 90% فما أكثر، دور هنا الصين والهند واليابان ربما تكون ما كنتش بيتم التركيز عليها بشكل كبير سابقا باعتبارها وفود سياحية كبيرة قادمة إلى مصر، الموضوع ده تم تخطيط ليه أو تغير كخطط استراتيجية بالنسبة للسياحة في مصر بالنسبة للوفود وعدد الوفود، إيه مدى أهميته في زيادة الأعداد القادمة إلى مصر؟ طبعا ازدياد الاهتمام للسياحة الآسيوية بالتعرف على الوجهات التاريخية في مصر والثقافية أدى أن يكون في إقبال كبير جدا على المقصد السياحي المصري، والاهتمام ده عائد على عدة عوامل كان أهمها تعزيز العلاقات السياحية بين مصر والدول آسيا، وطبعا ده بجهود بين وزارة السياحة والهيئات المسؤولة في كلا الجانبين يعني. تمام. طيب اتفضل. وطبعا تطوير العديد من المنشآت السياحية والفندقية في الأقصر ساهم بشكل كبير على استقبال عدد كبير جدا من السياحة الآسيوية وكافة أنواع السياحة مش السياحة الآسيوية بس. طيب أستاذ محمد، عايز أسأل حضرتك عن السياح اللي جايين بقى من دول آسيا، هل بيختلفوا كده في طرق التعامل معاهم، الحاجات اللي بيحبوا يروحوها، أماكن معينة، أكلات معينة بيحبوا يأكلوها في مصر، ولا عادي بيحبوا يعيشوا الثقافة المصرية بكل أوجهها؟ أي كل جنسية مختلفة عن الجنسية الأخرى والثقافة مختلفة، يعني السائح الياباني لما بيجي مصر بيهتم جدا بكل حاجة خاصة بالسياحة الثقافية، مع بالإضافة طبعا أن الأكلة المميزة لكل الجنسيات اللي بيجوا مصر هو الكشري المصري. أيوه. والطعمية. ده لينا حتى كأهل بلد بصراحة يعني، أعتقد الحاجتين دول ما فيش حد يقدر أن هو يقاوم. بالضبط. طب والأماكن طبعاً يا أستاذ محمد، بيحبوا يروحوا أماكن معينة مثلا؟ طبعا السائح الياباني بيحب جدا السياحة الثقافية، السائح الهندي بيحب السياحة النيلية مع
مع السياحة الثقافية. السائح التايلاندي أو الصيني بيحب السياحة الثقافية بالإضافة لجزء من السياحة الشاطئية. فالتنوع دوت بيساعد بشكل كبير على تدفق كبير جدا خلال الفترة اللي جاية. طبعا. طيب بالنسبة للحجوزات الخاصة بالطيران ورحلات الطيران، دي نقطة مهمة جدا في جذب المزيد من السياح وتشجيعهم على القدوم إلى مصر. كنا بنتكلم مع حضرتك عن، أو في هذا الخبر تناولنا السياحة القادمة من أوروبا تحديدا وزيادة عدد رحلات الطيران في هذه الفترة، خصوصا إلى الأقصر وإلى أسوان. فلو حضرتك تقول لنا أهمية زيادة عدد الرحلات، توضح لنا في زيادة الأعداد أيضا القادمة من السائحين. طبعا يعني لازم نقول ان خلال الفترة اللي فاتت مصر ابتدت تستقبل افواج سياحية من اوروبا، وده يتطلب تجهيزات ضخمة على البنية التحتية والخدمات السياحية واطلاق طيران مباشر كمان من العواصم الاوروبية لمصر، مش عايزين نقول شارتر بس. وده ابرز العوامل اللي هتعزز حركة السياحة إلى مصر، وتحديدا إلى الأقصر والمطارات مرسى علم. وده بشكل كبير ساعد أولا على تسهيل الإجراءات اللي قامت بيها الدولة خلال الفترة اللي فاتت، من تسهيل التأشيرات والبرامج السياحية المختلفة اللي تقدمت للسياحة الأوروبية، وتحسين طبعا الخدمات. ده ساعد بشكل كبير ان ما يكونش فيه زي ما بيسموه روتين في استخراج التاشيره وكل دوت، والترويج المكثف للسياحه ده ساعد بشكل كبير جدا ان يكون في تدفق. ولازم نذكر حاجه مهمه جدا، المناخ الجيد كمان خلال فتره الشتاء في مصر ده بيساعد بشكل كبير جدا على ازدياد الاعداد السياحه القادمه لمصر. بالتاكيد يا استاذ محمد، وان شاء الله موسم شتوي موفق ومليان خير علينا يا رب في مصر. وكل شكر لحضرتك الاستاذ محمد كارم الخبير السياحي على هذه المداخله. مشاهدينا الكرام، في قلب منطقة القلعة العريقة وبين أزقتها الضيقة المليئة بالحياة تقع ورشة محمد وعمر حربي، حكاية عائلة تتناقل من بينها حرفة صناعة التماثيل الفرعونية التذكارية والتحف عبر الأجيال. تعد ورشتهم بمثابة معرض وبازار مفتوح، حيث تعرض إبداعاتهم من تماثيل الآلهة المصرية القديمة والملوك والأهرامات وغيرها من التحف اللي بتجذب أنظار السياح من جميع أنحاء العالم. هنتعرف على تفاصيل أكثر في تقرير التالي اللي عدوا لينا أو عدته لينا مراسلة إكسترا نيوز ريهام المهدي. احنا واخدينها هوايه من 25-30 سنه مثلا. كان الحاج بيعمل ايد العصايه في البيت، واحنا يعني انا دخلت الشغله دي حب، بعمل منها شغل فرعوني وبعمل منها شغل جاليري، وبقالنا فتره كبيره قوي في المهنه دي. نبدا من مرحله القوالب، لاول حاجه القوالب، تاني حاجه صب المنتج، بعد كده برضو اللي هو ايه صنفرته ومعجنته، ورابع مرحله التشطيب. مرحله الصب والتشطيب اطول مرحله. عملنا منتجات كتير، يعني مثلا شغل التنوره، وعملنا شغل اسلامي انا بحب اشتغل فيه. عمرو الاخ الاكبر هو مختص بحته التصنيع والعمل القوالب وتشطيب القطعه، وبعد كده بتنزل لي هنا بقى انا مختص بحته التسويق والبيع. زي ما حضرتك شايفه كده ده المعرض، احنا جمله بنشتغل جمله مش قطاعي، لان احنا في منطقه ما فيهاش زبون اجنبي ان هو يشتري قطعه قطاعي، فاحنا بنشتغل جمله. اللي بيميزني عن بقيه المعارض اللي موجوده ان انا يد اولى ويد مصنعه، وسعر القطعه بالنسبه لنا بيبقى تنافسي واقل سعر قطعه في السوق. من القرارات اللي استفدنا بيها قرار رئيس الجمهوريه بعدم استيراد منتجات خان الخليلي الفرعوني من الخارج، فده فادنا كتير.
طيب تعالوا نروح مشاهدينا الكرام لواحد من القطاعات المهمة جدا وهو قطاع الإسكان. هذا القطاع شهد يوم أمس الإعلان عن طرح 70,000 وحدة سكنية جديدة، منها 60,000 وحدة سكنية لمحدود الدخل و10,000 وحدة لمتوسط الدخل هيتم طرحهم قريبا. من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إعلانات متتالية بتتعلق بتسليمات الوحدات للحاجزين، وسط تشديد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الوحدات بالمدن الجديدة، وده في ظل سعي الحكومة لتنفيذ مجتمعات عمرانية متكاملة وليس وحدات سكنية فقط، بمعنى تنفيذ كل الخدمات بالتوازي مع تنفيذ العمارات السكنية، عشان يتم يعني في خلال الفترة اللي هي المفروض بيتم تسليم هذه الوحدات تكون هذه المنطقة بالكامل جاهزة. طرح الأراضي والوحدات السكنية للمصريين بالخارج أيضا هيكون خلال الفترة المقبلة، حيث تم حصر كل القطع لطرحها في أقرب وقت ممكن. تعالوا نعرف مزيد من التفاصيل والمعلومات مع هذا العرض ونرجع بعده. هنعرف أكثر عن هذه الوحدات السكنية من دكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني. دكتور سيف صباح الخير. صباح الخير. أهلا بك دكتور. بنتكلم عن 70,000 وحدة سكنية، منهم 60,000 المحدود الدخل و10,000 لمتوسطي الدخل. عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل عن هذه الوحدات السكنية والخدمات اللي هتوصل لساكنيها. الوحدات السكنية اللي هتطرح لمحدود الدخل ومتوسط الدخل وحدات سكنية بالمدن الجديدة في عدة مدن مختلفة، سواء في مدن جديدة زي 6 أكتوبر، زي نسوف الجديدة، زي أسوان الجديدة، بتغطي ربوع مصر كلها بالكامل. يبقى جزء منها لمحدود الدخل اللي هو 60,000 و 10,000 متوسط الدخل. الوحدات دي هيبقى المقدم 10% والباقي تقسيط على 30 سنة. دي الوحدات السكنية. الوحدات دي هتبقى موجودة، أول حاجة هتبقى كلها كمان في التشطيب. تاني حاجة إن هيبقى كل عناصر البنية الأساسية متصلة، يعني هتبقى الوحدات فيها مياه صالحة للشرب، صرف صحي، كهرباء، كل عناصر البنية الأساسية موجودة، بالإضافة للخدمات العامة اللي هي مستشفيات، مدارس، نوادي، جرين اريا، كل هذه الخدمات العامة موجودة في المناطق المطروحة. طيب لو سمحت يا دكتور سيف، واحنا بنتكلم مع حضرتك يعني بنلحظ ان هو في توجيهات من القياده السياسيه واغلب الوحدات السكنيه الخاصه بقطاع الاسكان مؤخرا خصوصا الاسكان الاجتماعي بيتم تسليمها، يعني لازم تكون مرهون هذا التسليم ايضا بوجود الخدمات المختلفه، وبالتالي احنا عشان كده بنتكلم عن مجتمعات عمرانيه متكامله وليس فقط وحدات سكنيه. قد ايه الموضوع ده بيفرق في بالنسبه للناس اللي هي بتستلم هذه الشقق، اصحاب وملاك هذه الوحدات السكنيه، ان هم يقدروا ينقلوا على طول مباشرة بعد الاستلام، ما يضطروش ان هم يفضلوا مستنيين لحد ما هذه المناطق تعمر ويبدأ الخدمات تبقى موجودة فيها؟ ده نتيجة لان فكرة القيادة السياسية النهاردة ان المسكن بالنسبة للمواطن المصري ما هوش مأوى، لكن المسكن حياة، بمعنى بالزبط. ان هو مواطن بيستلم الوحدة السكنية فيها كل عناصر البنية الأساسية، فيها كل الخدمات العامة موجودة، يعني بمجرد ما يستلم هيشغل الوحدة. يعني حاجة تبقى متشطبة، لأن لما بتسلم الوحدات غير مشطبة يبقى في مشكلة للمواطن
ان هو يشطب وبتكلفه اكتر لان ما عندوش خبره في عناصر التشطيب المختلفه. بالاضافه لان هو النهارده بيستلم في جنبيه المدرسه مفتوحه، في جنبيه مستشفى، جميع الخدمات سواء خدمات ثقافيه، خدمات صحيه، خدمات كل الخدمات متاحه حتى الخدمات الترفيهيه. يعني والاسواق والمحلات المختلفه كله. لانه البعض كان بيستلم شقق ويستنى عليها يعني سايبها سنه سنتين احيانا اكتر من كده علشان مش لاقي الخدمات وبالتالي مش قادر ان هو ينقل هو واسرته يعيشوا فيها، لكن الموضوع ده يعني بالشكل الحديث بالشكل اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي مختلف تماما. معنى كده ان المواطن بمجرد ما يستلم الوحده هتبقى نسبه الاشغال 100%، يعني انا بستلم الوحده بلاقي فيها كل عناصر البنيه الاساسيه، كل عناصر الخدمات العامه، يبقى نسبه الاشغال هتبقى عمليه لحظيه بمجرد ما بستلم بدخل عشي وبسكت. لكن قبل كده كان المواطن ممكن يستلم الشقه ويبقى ما فيهاش عناصر البنيه الاساسيه، يبقى لسه الصرف الصحي ما دخلش، المياه ما دخلتش، وبالتالي ممكن تفضل الشقه مع 5 سنين لغايه ما توصل لها البنيه الاساسيه والخدمات العامه، وده بيؤثر بالسلب على المنشأ. انا النهارده لما بستلم واحده ما فيهاش لا ميه ولا صرف صحي ولا ولا ولا، وبعد 5 6 سنين بتدخلها الميه والكهرباء، ده بيأثر على عمر المنشأ ذاته. طب دكتور سيف، عايز اسال حضرتك تحديدا عن النقطه الخاصه بطرح اراضي ووحدات سكنيه جديده في الفتره المقبله للمصريين في الخارج. طرح الاراضي للمصريين في الخارج ده له فكر اساسي، وهو ربط المواطن بوطنه حتى لو هو بيشتغل بره، يبقى تاكيد على انتماء المصريين سواء في الخارج او في الداخل. يبقى مصر مش ناسيه اولادها حتى لو هم خارج الاراضي المصريه. ثاني حاجه ان ده بيمثل دعم الاقتصاد القومي، لان هذه الاراضي بتطرح بالعمله الصعبه، وبالتالي بيبقى دعم للاقتصاد القومي. اكيد. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل دكتور سيف الدين فرج، استاذ التخطيط العمراني. ومن قطاع الإسكان مشاهدينا الكرام نروح مع حضراتكم لملف الاقتصاد، لأنه في جهود كبيرة جدا بتبذلها الدولة من أجل تنمية وتطوير الاقتصاد وجذب المستثمرين. في هذا السياق جاء إعلان الحكومة عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية اللي بتستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وبتسعى أيضا لتجاوز التحديات الاقتصادية الحالية وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص. التسهيلات الضريبية الجديدة بتتضمن إيجاد حلول لجميع النزاعات المتراكمة استجابة طبعا لمطالب المستثمرين، وبتدفع الشركات والقطاع الخاص للمزيد من الاستثمار والنمو. كمان بتعتبر فرصة ذهبية في أو للمستثمرين في السوق المحلي، إلى جانب إسهاماتها في رفع كفاءة المنظومة الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي واختصار الكثير والكثير من الوقت والجهد المهدور خلال المعاملات الضريبية اللي كانت بالشكل المعتاد بتكون موجودة. تعالوا نعرف مزيد من التفاصيل مع هذا العرض ونرجع نتناول هذا الموضوع بالمزيد من المعلومات. طبعا احنا النهارده بنحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف اللي بيرتبط بالاحتفال بطقس تناول الحلوى حلاوه المولد اللي بتحتوي على نسبه عاليه من السعرات الحراريه لكل 100 جرام، وده ممكن يسبب زياده الوزن والسمنه في حاله تناولها بكميه كبيره، كما ان جزء كبير من هذه السعرات على هيئه سكر وقد يزيد من احتماليه ارتفاع سكر الدم والاصابه بمقاومه الانسولين والسكر. عشان كده حذر المختصين من الافراط في تناول حلوى المولد
كمان مع تأثيرها السلبي على صحة الجهاز الهضمي، لأنها بتؤدي للشعور بالانتفاخ وألم المعدة. خلينا نشوف مع حضراتكم في العرض القادم بعض النصائح حول إمكانية تناولها بدون التعرض لأي أضرار صحية. هنتعرف على المزيد من النصائح حول تناول حلاوة المولد في سياق العرض التالي، ونرجع مرة تانية. طيب خلينا نتكلم عن حلويات المولد بصفة عامة مع دكتور ياسمين الصرفي استشاري التغذية العلاجية معنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك دكتور ياسمين، كل سنة وحضرتك طيبة. صباح النور وانتوا طيبين يا رب. عايزين نعرف الأهمية، يعني ايه اللي مفروض ان احنا ناخد بالنا منه واحنا بنتكلم عن حلويات المولد، لان في اول حاجة نسبة كبيرة طبعا من السكر، يمكن المعلومة دي معروفة بتكون موجودة فيها، لكن ازاي نقدر نتأكد من اذا كان فيها مواد حافظة ولا لا، اذا كان فيها مواد ملونة ولا لا، اذا كان كمان معمولة بشكل صحي سليم ولا الطريقة نفسها اللي بتتعمل بيها ممكن تكون كمان فيها اضرار على الصحة. صباح الخير عليكم. بص طبعا فيها نسبه سكر كثيره جدا، فيها الوان، في بعض الحلويات اللي فيها الوان اللي هي بتلاقيها ملو، يعني واخده لون جامد، واخده لون، فيها سكر طبعا، الملبن كمان محطوط عليه كميه سكر رهيبه، فيها سمنه، يعني فيها كل حاجه، يعني فيها كل حاجة. بس طبعا مش نقدر نقول الناس ما تاكلهاش، كل نقدر نعتدل في ال نعتدل ازاي بقى يا دكتور ياسمين؟ يعني ايه الكمية المناسبة اللي مثلا اخدها اكل بيها حلاوة المولد؟ بتختلف ازاي من شخص للتاني برضه، وامتى؟ لان في ناس بتفطر بيها وتتعشى بيها، يعني ممكن ناخد 2 في اليوم، يعني مثلا 2-3 بالكثير قوي في اليوم، اللي هم القطع المتقطعة صغير، السمسمية، الكولية، يعني ما اقدرش احدد لكل واحد ياكل ايه، لان كل واحد بيحب حاجه، يعني حد اقدر اقول له انت بتحب دوت فاقول له لا كل ده، يعني بتبقى اذواق. بس نعتدل في الصنف اللي احنا بنحبه، نشرب ميه كتير قوي، لان السكر زي الملح بيحوش ميه في الجسم، فلازم نشرب ميه كويس قوي عشان ما يحملناش التباس ميه، نمشي بعديها كتير، ناكل حاجات فيها الياف عشان تقلل امتصاص الدهون، وناخد حاجات مثلا فيها قرفة، مثلا كوباية قرفة والحاجة انها بتثبت مستوى السكر في الدم. ناخد بقى الناس اللي هي لو حد هتعمل مغص او حاجة، كوباية فراوية، كوباية ينسون، قرنفل، الحاجات اللي هي الاعشاب الينسون، الحاجات اللي بتريح المعدة دي. نمشي شوية بقى على قد ما نقدر طبعا، يعني المشي ده بعد الفسيخ، بعد الكحك، بعد اي حاجه. طب بالنسبه للاطفال، لان طبعا الحلويات مرتبطه على طول عند الاطفال بشكل اكبر، ففي منهم اللي بيصحى على اول حاجه على الريق كده بيقوم واكل على طول كميه مش قليله منها، هل ينفع يتم تناولها من غير اكل قبليها على معده فاضيه زي ما بنقول؟ ممكن ياكلوها على معده فاضيه، بس برضو اللي طبعا من الصبح كده هترفع لي الانسولين في الدم على الصبح. يعني يستحسن بعد الفطر، بعد الوجبات، يعني بعد الفطار، لان هي على معده فاضيه ممكن تعمل مغص او ممكن تعمل تلفق او شويه. فيستحسن بعد الفطار. الاطفال زي الكبار، يعني كلنا بننصح برضو بالاعتدال، يعني لو طفل يعني عنده السكر بقى لا قدر الله او حاجه، فطبعا دي لازم نكون واخدين بالنا منها كويس قوي كمان. بالتأكيد، يعني برضو نقطة مهمة جدا ان احنا نتأكد من المصادر اللي بنجيبها من او بنجيب منها هذه الحلويات، لان في اوقات بتنتشر فيها ربما ورش زي ما بنقول كده بيقال عليها بالعامية تحت بير السلم، وبتنشط احيانا في مثل هذه المناسبات، وبالتالي لازم نضمن ونكون متأكدين من سلامة القطع اللي احنا بنشتريها واللي بنجيبها لنفسنا ولأولادنا. كل شكر لحضرتك الدكتورة ياسمين الصرفي استشاري التغذية العلاجية، كل سنة وحضرتك طيبة، وشكرا على وجودك معنا عبر الهاتف.
زي ما دكتور ياسمين قالت يا باسم عايزين نعتدل في اكل طبعا حلوى مولد النبوي الشريف. محتاجين اتصور كلنا النصايح دي واحنا اول ايوه احنا اول الناس. طيب مشاهدينا الكرام تحل اليوم ذكرى ميلاد النجم اسماعيل ياسين او النجم الكبير جدا اسماعيل ياسين الذي اثرى السينما المصريه والمسرح بالعديد من الاعمال الفنيه المميزه وما زالت باقيه حتى وقتنا هذا. من ابرز طبعا افلامه اللي حملت اسمه اسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، اسماعيل ياسين طرزان، اسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات، اسماعيل ياسين في البوليس وغيرها من الافلام. المزيد عن الفنان المبدع اسماعيل ياسين في سياق التقرير التالي. اصبح لي انورك يا الهي. All right ladies. وانتوا تغنوا معايا الآتي. غنيلي بوعي شوية، غنيلي وخد عيناي. هو أحد عمالقة الكوميديا والسينما المصرية الذي قدم سلسلة أفلام حملت اسمه. إنه عملاق الكوميديا الفنان الراحل إسماعيل ياسين. ولد إسماعيل ياسين في 15 من سبتمبر من عام 1912 بمحافظة السويس، وعاش طفولة بائسة وحياة غير مستقرة. بدأ حياته كمطرب صغير جدا في الأفراح الشعبية، وذهب إلى القاهرة حيث عمل مع الفنانة الشهيرة في ذلك الوقت بديعة مصبني، وهي من بدأ في ملاحظة موهبته. وفي عام 1939 كانت بداية دخوله السينما عندما اختاره فؤاد الجزائري ليشترك في فيلم خلف الحبايب، وقدم العديد من الأفلام لعب فيها الدور الثاني، منها علي بابا والأربعين حرامي ونور الدين والبحار الثلاثة. رغم مرور عشرات السنين على رحيله إلا أن أعماله لا يمكن إلا أن تتابعها بشغف حتى وقتنا هذا، ولا تزال تنتزع الضحكات. الله 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 الله، ايه ده؟ مين؟ عنتر؟ نعم نعم حضرتك جاي تهزقني؟ ايه يا اخويا الصوت ده جاي منين؟ انت صوتك جراله ايه يا عنتر؟ من يوم العلقه. علقه؟ ولسه جاي قدامي؟ بقى انت عنتر انت؟ ايوه انا عنتر. وانا كمان عنتر، ولا فيش عنتر احسن من عنتر. يا عنتر قوم اسكر، هات امك تدحين سكر، وتدلع وتمخطر وتفضل بيبه وعفر. قدم عشرات الأفلام وهو صاحب أكبر سلسلة من الأفلام باسمه، منها إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين. قوم قوم، بس أكبر منك في يوم يكتب عنك بالسنة. طب اتفضل يا فالح وورينا شطارتك. ملي قول لي ايه الكلمة اللي انتوا موصولين فيها؟ ما تقول يا ابني ايه الكلمة؟ ما هي دي الكلمة اللي ما احناش عارفين نكتبها من الصبح. انا فعرت المجمع اللدوي. لغة ايه يا اخوي؟ لغة حمار يا معلم حنفي. اسماعيل ياسين طرزان، اسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات، اسماعيل ياسين في البوليس، اسماعيل ياسين في الاسطول، كما قدم عشرة المسرحيات. مخالي شل يا فندم. حضرتك غلطان، انا اسمي رجب مش مخالي. هو بعينه بلمطه بغلبته يا عسكري. مخالي يعني جمع مخلة. شيل المخلة. حاضر يا فندم. اليمين دور انصراف. من أهم أفلامه ابن حميدو، امسك حرامي، المجانين في نعيم، حماتي ملاك، العتبة الخضراء. برع إسماعيل ياسين في تقديم المونولوجات، ومن أشهرها صاحب السعادة، الدنيا دي متعبة، يلي تملي تحسد، الدنيا تياترو، وفي ناس بتتعب. توفي إسماعيل ياسين في 24 من مايو من عام 1972 بعد صراع مع المرض، تاركا خلفه إرثا فنيا ضخما يخلد اسمه وسط عمالقة الفن في مصر والعالم العربي. رحم الله الفنان الراحل إسماعيل ياسين. فين الفول فين الطعمية، فين الفجل فين الكرات، إن كان
درج بشر بالبهوية يحيى العدس 10 مرات اكل بقى وعيش متهني ولا كلش كباب راح يقتلني هو القلب ده حاجة تفرح هو القلب ده حاجة تفرح ما تفرحش عايز اروح لا انا مروح. تعالوا نتكلم بمزيد من التفاصيل ونفهم مزيد من التفاصيل عن نجومية إسماعيل ياسين رحمة الله عليه مع الأستاذ أحمد سعد الدين الناقد الفني. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ أحمد. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. إسماعيل ياسين كان حالة خاصة جدا في السينما المصرية، عايز أبدأ مع حضرتك بسبب التميز والنجومية العظيمة اللي وصل لها اللي فاقت كل الحدود يعني في وقته، لأن الحقيقة ما كانش عنده المكونات الشكلية أو خلينا نقول الشكل الجميل أو الجان مثلا أن هو كان ما كانش مصنف ضمن هذه الفئة، ولا مثلا الإمكانيات الجسدية من طول وعضلات وقوي البنيان اللي هي تخليه برضو مصنف في هذه الفئة، ومع ذلك كانت نجوميته فاقت الكل في عزه. فلو حضرتك توضح لنا السبب هذا أو هذه النجومية. والله هو في حاجة غريبة جدا في إسماعيل ياسين، لأن هو جه القاهرة عشان يشتغل مطرب مش ممثل. مطرب ولا مونولوجيست يا أستاذ أحمد؟ هو جاي هنا يشتغل مطرب أولا، ولكن طبعا يعني ما كانش نافع فاشتغل مونولوجيست، ونجح نجاح كبير عند بديعة مصابني، ومن هنا كانت دي المدرسة الأساسية. اتعرف على أبو السعود الجاري، وده كان الثنائي الأساسي مع إسماعيل ياسين، لكن أول من أسند له البطولة كان أنور وجدي. بعدها عمل الثنائي بقى هو وأبو السعود الإبياري، هنا أصبح نقدر نقول إيه كاركتر، فأصبح إسماعيل ياسين إحنا بنحبه زي ما هو صح، وهو كمان يعني إيه خلاص اعتمد على حركة بقه، على حركته هو، على طريقة صوته، على طريقة أدائه، بصمة خاصة جدا، يعني مدرسة كبيرة جدا إسماعيل ياسين في الكوميديا لحد الوقت. الحقيقة بنستمتع بأفلامه، بس فكرة أنه فنان أو كوميديان يتعامل سلسلة أفلام باسمه هو شخصيا، دي حصلت إزاي برضو؟ هل ممكن تحصل دلوقتي ولا لأ من وجهة نظرك؟ يعني أعتقد أن احنا على مدار 120 سنة اللي فاتوا في تاريخ السينما المصرية هما اتنين بس اللي اتعمل أفلام بأساميهم، إسماعيل ياسين وليلى مراد. لكن أكتر من كده صعب، لأن الشعبية بتاعتهم كانت جارفة. يعني يكفي أن في يوم من الأيام الرئيس عبد الناصر وهو في زيارة لإحدى الدول مواطن بسيط جدا بيرسليني على إسماعيل ياسين. فهنا صعب، صعب أن أنت تلاقي هذه. هل ده يا أستاذ أحمد من أسباب نجومية إسماعيل ياسين رحمة الله عليه، أن الناس كانت بتحس أن هو بيمثلها بشكل أو بآخر، أن هو بيشوفوا نفسهم فيه في الأعمال الفنية اللي بيقدمها؟ بالتأكيد بالتأكيد، بالإضافة بقى أن هو كان عنده خفة ظل طبعا، وخفة الظل دي مش سهلة، وما تقدرش أن أنت تلاقيها بسهولة. حتى في الكوميديان احنا ممكن نلاقي بعض الكوميديانات ممكن يضحكنا، بس ما عندوش خفة الظل بإيه بهذا الشكل فعلا. بالإضافة بقى أن كان في مخرج طبعا الراحل العظيم أستاذ فطين عبد الوهاب، وده كان أستاذ في الكوميديا الحقيقة. فالثلاثي لما يتجمع هتخرج بقى أفلام مش سهلة. فكنا بنلاقي إسماعيل ياسين، إسماعيل ياسين في الأسطول مثلا، هو ما بعتمدش على نفسه بس، ما هو كان جنبيه كوميديانات، يعني عبد المنعم إبراهيم كان جنب إسماعيل ياسين، بعد كده لما بنلاقي عبد الفتاح الأسري، حسن فايق، المجموعة دي كلها بتخدم على بعض، لكن الشخصية الأساسية هي شخصية إسماعيل ياسين. الله يرحمه، نجم كبير جدا مازال وسطنا وعايش وسطنا بأعماله الخالدة حتى الآن. ويعني بنشكر حضرتك على تسليط الضوء على حياة ومسيرة الراحل إسماعيل ياسين. طبعا الأستاذ أحمد سعد الدين الناقد الفني كنت معنا عبر الهاتف، كل الشكر لحضرتك. مستمرين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، ولكن على رأس الساعة بيتجدد موعدنا مع موجز الأهم وآخر الأنباء. هذه المرة الموجز مع الزميلة العزيزة جاكلين ماهر. صباح الخير عليك يا جاكلين. صباح الخير عليك يا باسم، وصبح على سارة، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في موجز التاسعة صباحا.
التاسعة صباحا السادسة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تطورات حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتلقى رئيس الوزراء تقريرا من وزارة النقل تضمن وقوع حادث اصطدام قطار الركاب رقم 281 ركاب المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار الركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق. وقد تم تشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث. ووجه رئيس الوزراء وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي التي يتم علاج المصابين بأحد مستشفياتها العلاجية حاليا بالتعامل الفوري مع الحادث وتوفير كل سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين. كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي توجيهات كذلك لوزارة التضامن الاجتماعي بتقديم مختلف أوجه الدعم اللازمة والبدء في اتخاذ الإجراءات ذات الصلة بتوفير التعويضات للمتضررين من الحادث. أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بتشكيل فريق لمباشرة إجراءات التحقيق في وقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق. وكانت النيابة العامة رصدت تداول وقوع حادث تصادم بين قطارين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث بادر الفريق المشكل من النيابة العامة بالانتقال لمكان الوقعة، وقام عدد من أعضاء الفريق بمعاينة مكان الحادث، حيث تم إصدار أمر برفع آثار الحادث لعودة القطارات إلى مساراتها المعتادة، في حين قام عدد آخر بمناظرة جثامين المتوفين وإصدار تصاريح الدفن، كما يجري سؤال المصابين واستكمال إجراءات التحقيق. قام كل من الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي بزيارة لأسمرة، التقي خلالها الرئيس الأريتري أسياس أفورقي، حيث نقل رسالة من الرئيس السيسي لناظريه الأريتري تناولت سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى متابعة التطورات السياسية والأمنية في المنطقة. وفي هذا الصدد استمع إلى رؤية الرئيس الأريتري في بشأن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر على ضوء أهمية توفير الظروف المواتية لاستعادة الحركة الطبيعية للملاحة البحرية والتجارة الدولية عبر مضيق باب المندب، فضلا عن التطورات في القرن الأفريقي والتحديات التي تشهدها المنطقة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها. واتفق الطرفان على أهمية تكثيف الجهود ومواصلة التشاور لتحقيق الاستقرار في السودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية فيه، فضلا عن الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني خلال الساعات الماضية. وقال جيش الاحتلال في بيانات متتالية له إنه شن غارات على 7 مناطق في جنوب لبنان، هي سرفند وشيحين وكفركلا وطيبة وميس الجبل وعترون والجبين، مشيرا إلى أنه استهدف مخازن أسلحة تابعة لحزب الله في تلك المناطق. هذا في الوقت الذي قالت فيه وسائل إعلام إسرائيلية إن جيش الاحتلال أصدر تعليمات للسكان في البلدات غير المخلاة شمالي إسرائيل بالبقاء قرب الملاجئ. أكد بيان أمريكي بريطاني مشترك ضرورة تجنب أي تصعيد في الشرق الأوسط قد يقود أفق السلام والتقدم نحو حل دولتين، وعقب لقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، جدد الزعيمان في بيان مشترك دعوتهما لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، وكذلك دعم جهود الوساطة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة. كما شدد على التزام واشنطن ولندن بالتوصل إلى اتفاق سياسي لحل أمني يسمح للبنانيين والإسرائيليين بالعودة لديارهم. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق شمال ووسط قطاع غزة. ففي مخيم النصيرات استشهد 3 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال منزلا، كما أطلقت آليات الاحتلال النار صوب المناطق الشمالية من المخيم. وفي مخيم جبلية استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال لأحد منازل المدنيين.
أعلن وزير الخارجية البولندي أن بلاده تؤيد وقف الإعانات الاجتماعية في أوروبا للرجال الأوكرانيين المؤهلين للتجنيد من أجل حثهم للعودة إلى بلادهم والانخراط في صد الهجوم الروسي. هذا كما دعا وزير الخارجية البولندي الدول الأوروبية الأخرى إلى تبني اقتراحه، مشيرا إلى أن بولندا لا تقدم إعانات مالية للاجئين، مشيرا إلى أن الفكرة من شأنها دعم ميزانية دول أوروبا الغربية. مشاهدينا، ختم الموجز. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة. الآن نعود مجددا لهذا الصباح لاستكمال باقي الفقرات مع باسم طبانة وسارة سراج. تفضلي سارة. بشكرك، شكرا جزيلا للزميلة جاكلين ماهر على هذه الجولة الإخبارية. ومشاهدينا، بعد قليل معنا مع فقرة استوديو هذا الصباح وحديث عن مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الفضيل ومولد خير الأنبياء. تتجدد فينا مشاعر الحب والإجلال والتقدير، ونسبة عظيمة جدا طبعا نتذكر فيها حياة النبي الكريم ونستلهم منها القوة والعزيمة. دعونا نسافر معا في هذه الفقرة إلى عالم النبوة، وحشرفنا في الاستوديو للحديث عن هذا الموضوع دكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق. كتلة واحدة. أرجى الناس وأكثر الناس كرامة وكبرياء الصعيد. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية أو ليالي رضية. بس انتو انتو صمام الأمان لمصر شعبا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.
اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، ورجعنا مع حضراتكم مره تانية. النهارده ذكرى المولد النبوي الشريف، كل سنه طبعا وحضراتكم طيبين. مناسبه دينيه عظيمه جدا بتحتفل بيها الامه الاسلاميه في يوم 12 من شهر ربيع الاول من كل عام هجري. هذه الذكرى بتحمل قيمه روحيه كبيره وايضا قيمه تاريخيه عظيمه. هي فرصه للتامل في حياه نبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعلم سيرته العطره واتباع نهجه الكريم في الاخلاق والقيم الانسانيه. في أشكال كثيرة مختلفة للاحتفال، ومنها بيكون تنظيم الفعاليات الدينية والاجتماعية وتلاوة طبعا القرآن الكريم وإقامة المحاضرات والدروس اللي بتبرز سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. كمان بيعتبر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فرصة للتعبير عن حبنا للرسول الكريم والاقتداء بسيرته. النهاردة في استوديو فقرة استوديو هذا الصباح هنخصص حديثنا لاستعادة ذكرى هذه الأيام المباركة والحديث عن طرق إحياء روح التآلف بين المسلمين من خلال هذه الاحتفالات. إزاي نقدر نعزز الوعي بأهمية الرسالة النبوية في حياة المسلمين؟ إزاي نقدر أن احنا نزيد من الالتزام بالقيم والمبادئ اللي جاء بيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هيشاركنا في الحديث ضيف فقرتنا دكتور حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور حسن. أهلا بك أستاذ باسم. أهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. أنتم بخير وكل عام والأمة الإسلامية والعالم أجمع بخير. حضرتك طيب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن للمسلمين فقط، وإنما هو للدنيا كلها، إنما هو رحمة مهداة لكل مخلوقات الله. طيب خلينا نبدأ حديثنا يا دكتور حسن عن حديث القرآن الكريم، إزاي يتكلم عن ميلاد الأنبياء بشكل عام؟ حقيقة القرآن الكريم كان يتكلم دائما عن الأنبياء بأنهم هم السلام، وسلام عليه يوم ولد عن سيدنا يحيى مثلا، والسلام علي يوم ولدت عن سيدنا عيسى. وبالتالي فهذه مناسبة، وهذا رد على أنه ينبغي علينا أن نحتفي بالأنبياء وبميلادهم، إذا كان رب العزة سبحانه وتعالى قد ذكر في قرآنه مثل هذا الكلام. فنحن أولى أيضا بأن نتحدث عن سيرة الأنبياء، وخاصة عن سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى ذكر يعني ميلاد الأنبياء أو بعض الأنبياء في القرآن الكريم، فهو يعني أمر نقدر نقول عليه نوع من أنواع التكريم لهم. هل طرق الاحتفال هنا ممكن نتحدث عنها يا دكتور حسن؟ إزاي ممكن تكون طرق الاحتفال المختلفة بميلاد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أفضل احتفال بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اتباع سنته، هو الالتزام بما قال ويعني وأمره، يعني كل ما أمر بفعله أن يفعل وكل ما نهى عنه أن ننتهي عنه. إذن هو أتى برسالة من قبل رب العزة سبحانه وتعالى، لابد أن تكون نبراسا ودستورا في حياتنا، لابد أن نتأسى بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. سئلت سيدة عائشة رضي الله عنها عن أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت هذه الكلمة الجامعة المانعة: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. لأن الله سبحانه وتعالى حبى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بصفات وبسجايا قل أن توجد في واحد من بني البشر، مهما حلق في سماء الفضيلة أو بلغ ذروة المجد والسؤدد. فلابد لنا أن نتأسى بكل ما يمت بأخلاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمتع بها، فنحن أيضا نتأسى بما كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب دكتور حسن، حضرتك ترد إزاي على اللي بيشككوا في إجازة الاحتفال بمولد النبوي الشريف؟ يعني حقيقة هؤلاء يعني يعتبرون بأن هذا محدث، وكل محدثة بدعة، وغاب عنهم أن المحدثة هي التي لم ينزل بها شرع، أما المسكوت عنه فهو ليس من البدعة وليس من المحدث. وبالتالي فنحن نتساءل سويا، هل هناك بعض الأمور التي سكت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، وهي رحمة بالأمة. طيب هل الاحتفال ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلب بالرفض أم سكت عنه؟ سكت عنه، طالما سكت عنه فتعتبر خارج إطار البدعة وخارج إطار المحدث. وبالتالي فلا غضاضة على الإطلاق بأن نحتفي
ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. طب خليني أرجع مع حضرتك مرة تانية لطرق الاحتفال اللي حضرتك قلته، أمور عظيمة جدا في الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأيضا هناك بعض الأمور زي حلوى المولد ومثل هذه الأمور. لسه هسأل حضرتك على اللي هو في اليوم نفسه، طرق الاحتفال في اليوم نفسه دونا عن باقي أيام العام كيف تكون؟ عامة أنا يعني الذي ينبغي علينا أننا نخصص هذا اليوم بزيادة في الاحتفال. أما احتفالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فطيلة أيام العام، ولكن نزيد في الاحتفال والاحتفاء به صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. أما بالنسبة للمظاهر لا غضب أبدا أن نأتي بحلوى المولد التي يشكك فيها البعض بأنها من الأوسان وأصنام وكلام. هل ورد في التاريخ أن منذ أن يعني ابتدعوا مسألة حلوى المولد أنه أخذت للعبادة على الإطلاق نهاية. وبالتالي فهي فيها لون من ألوان الفرحة، فيها لون من ألوان التوسعة على أهل البيت نهاية. فيها لون من ألوان أنني أعلم الأطفال والأولاد والنشأ بأن هذا اليوم مخصوص بالاحتفال بسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل هذا النشأ نفسه يسألني ولماذا نحتفي بهذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحكي لهم عن هذه الصفات وعن هذه الرسالة الطيبة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب دكتور حسن، عايز أرجع لحلاوة المولد برضو، والناس لحد دلوقتي بتحب تحتفل بيها وبتجيب حلاوة المولد ويأكل حلاوة المولد، بس عايز أرجع مع حضرتك عن أسباب أصلا إمتى بدأنا يبقى في حلاوة المولد في يوم ذكرى مولد النبوي الشريف. يعني هذه عادات بدأت مع الدولة الفاطمية، يعني حقيقة هذه الدولة لم تترك مناسبة من المناسبات إلا وأنشأت بها بعض هذه العادات، وهي عادات لا نقول بأنها مرزولة ولا مكروهة، وإنما هي كما تحدثنا هي جميلة جدا في أن يجتمع أهل البيت على الإطعام ويتهادى بها الأسر بعضها ببعض احتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بدايتها تقريبا منذ الدولة الفاطمية. طيب لو رجعنا مع حضرتك لفكرة المشككين ونتناول كده الطرق أو التفكير بتاعهم في لماذا يتصورون أنه لا يجب الاحتفال بميلاد سيد يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يحتفل بيوم مولده، وأنه من بعد حتى وفاته الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا أيضا يحتفلون بمولد النبي، وبالتالي يعني أنتم لن أو الآن يعني نحن لا نحب الرسول أكثر منهم. فتعليق حضرتك على هذه. أولا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتفي بيوم مولده، وحينما سئل لماذا تصوم يوم الاثنين فقال هذا يوم ولدت فيه. طيب كونه أنه ذكر بأن هذا اليوم ولد فيه وصورة من الصور الاحتفاء به أن يصوم، فهذا نعتبره احتفاء بهذا اليوم. تمام. الصحابة رضوان الله عليهم أيضا كانوا يحتفلون برسول الله صلى الله عليه وسلم وينشدون الأشعار المختلفة في المسجد النبوي في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. هذا حسان بن ثابت حينما في عهد سيدنا عمر أراد أن يعني ينشد في هذه المناسبات العظيمة فلم يعترض سيدنا عمر، ولكنه وضح من خلال حسان بن ثابت بأنه كان قال حسان لسيدنا عمر والله لقد كنت أقول الشعر في هذا المكان مع من هو أفضل منك اللي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعترض سيدنا عمر. وبالتالي فهذا الأمر ليس فيه غضاضة على الإطلاق، ولا سيدنا هو بدعي دكتور حسن إطلاق. سيدنا عمر حينما سيدنا أبو بكر حينما كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول أمين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام احتفاء بقدومه عليه. سيدنا عمر حينما كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينشد قول زهير في هرم ابن سنان يعني لو لم تكن سوى بشر ما يعني لكنت الضوء لليلة البدر. وسيدنا علي حينما يقول عن سيدنا محمد والله لقد كان
يعني أعظم الناس يعني أجود الناس كفا وأعظم الناس لهجة وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة، من رآه بداهة هابه ومن خلطه أحبه. يقول ناعته: والله ما رأيت لا قبله ولا بعده مثله. مثل هذه الأمور كلها تدل دلالة قاطعة على محبة هؤلاء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي حينما أتى لزيارة الإمام مالك فوجد على باب الإمام مالك كثيرا من الأفراس الآتية من خراسان وبعض البغال، استحسنها فقال: هي هبة مني لك. فقال له: اترك لنفسك دابة تتحرك بها. فقال: أستحي أن أطأ بحافر دابتي أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إذا كان هذا أمر حدث من الإمام مالك، هل هو أحب من الصحابة حتى نقول بأن هذا بدعة في هذا الأمر إطلاقا؟ وبالتالي فالمسألة ليست مسألة البدعة، لابد أن تحدد إطارها. ليس كل ما لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة، لأن هناك البدعة المستحسنة والبدعة السيئة. السيدة يعني أم المؤمنين السيدة عائشة حينما تقول: والله لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لا أسبحها، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترض على أنها كانت تسبح سبحة الضحى وهو لم يفعلها؟ إذن القصة كلها لم تكن في أن ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لزاما لي ألا أفعله. وحينما يجتهد البعض في مسألة التسبيح يعني أحدد لنفسي عددا معينا من التسبيح، لم يكن في نص ولا ورد في نص لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شيء من هذا، ولكن هو لون من ألوان الاجتهاد. وحدث من كبار الأئمة مثل هذا الأمر، أنهم كانوا يقولون: من قال كذا 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 ما بين مثلا الفجر وسنة الصبح يعني لم يهم قلبه على شيء، قد استمر لم يمت قلبه. وبالتالي فهل هذا كان في نص من نصوص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد به نص، وبالتالي فهذه تعتبر من البدعة المستحسنة. طيب. وأيضا صلاة التراويح حينما فرضها سيدنا عمر على إمام واحد في جماعة، هي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلى في جماعة. نحن الآن في صلاة التهجد في آخر رمضان حينما نجتمع جميعا في صلاة التهجد في جماعة في المساجد، هذا أيضا أخذناه مستحدث من خلال ما صنعه سيدنا عمر في التراويح. فهذا ليس استزادة يعني نقدر نقول إطلاقا لا يعتبر، إذا ما سميت بدعة فتعتبر نعمة البدعة. طيب. البدعة الحسنة. دكتور حسن، هل من مظاهر الاحتفال أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذبح يوم مولده بعد طبعا ما أتته الرسالة؟ ورد أنه بالفعل ذبح يوم مولده كعقيقة، على الرغم من أن عبد المطلب عق عنه في سابع يوم من ميلاده، ولكن هو أراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يعني صنعت له عقيقة لا تكرر، ولكن فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة في التصدق وعمل الخير في هذا اليوم. طيب، لو حاولنا نعرف من حضرتك أهم الشواهد دكتور حسن اللي بتعتبر من المعجزات اللي كانت مقرونة بميلاد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحقيقة المعجزات التي صادفت هذا الحدث، نستطيع أن نقول بأن هناك معجزات قبل الميلاد ومعجزات أثناء الميلاد ومعجزات بعد الميلاد. طبعا بعد الميلاد القرآن الكريم على رأس كل هذه المعجزات، التي يعني كل المعجزات التي صاحبت جميع الرسل كانت في وقتها وانتهت بموتهم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعجزة القرآن باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وبالتالي فهي موجودة معنا نستشف من خلالها هذه الإعجازات العلمية والأدبية والبلاغية وكل ما يخطر على البال من معجزات. هذا بالنسبة للقرآن الكريم. أما بالنسبة قبل ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا كانت هناك بعض المقدمات لهذا الأمر، مثل
واقعة الفيل، أصحاب الفيل، بئر زمزم حينما اكتشفها عبد المطلب من خلال الرؤية التي رآها ويمكن تناولناها في حلقات سابقة. هذه قبل الميلاد، الرؤية التي رآها عبد المطلب حينما رأى رؤية وأزعجته وذهب إلى العرفة لكي تفسرها له، فقالت بالي أراك وجهك متغير يا سيد قريش، فقال رأيت رؤيا أزعجتني، كنت نائما بحجر الكعبة حجر إسماعيل وإذا بي أرى شجرة تتعمق جذورها في الأرض وترتفع إلى عنان السماء ولها أضواء لم أرى مثلها قبل وتتفرع فروعها إلى المشرق والمغرب، ثم يأتي أقوام من قريش يتناولونها فتحتضنهم وآخرون يأتوا إليها ليقطعوها، فيقف إليهم شاب لم أرى مثل جماله على الإطلاق فيمنعهم. فقالت له لو صدقت هذه الرؤيا فسينبت من صلبك من يملأ الأرض نورا ويمتلك زمام الدنيا جميعها. فأصبح يعني حكى هذه الرؤيا لأبي طالب وقال لعلك أنت تكون الشجرة. فبقى أبلغ أبو طالب هذه الرؤيا للقوم وقال أنا الشجرة في هذا الأمر. فحينما ولد سيدنا محمد قال أبو طالب لا فعلا الشجرة كانت هي محمد. هذه تعتبر من الإرهاسات التي سبقت ميلاده. وقت الميلاد يعني السيدة أمينة تقول نزل محمد فاتقى الأرض ونظر إلى السماء ونزل مختونا ومقطوع السرة، وتقول ومعه نور أضاء شبه الجزيرة العربية. تقول أم عثمان ابن العاص وأم عبد الرحمن ابن عوف وكانت مع السيدة أمينة وقت الولادة أو ليلة الولادة، تقولان بأنه حينما ولد رأينا نورا يملأ ما بين الشرق والغرب. ووقت ولادته أو يوم مولده انهار إيوان كسرى، جفت بحيرة ساوة، انطفأت نيران فارس المجوس، وكل أصنام الكعبة قد كفئت على وجهها. كل هذه أمور كانت وقت ميلاده. المعلومات أول مرة يعني كثير من هذه المعلومات نسمعها لأول مرة، يعني بنشكر حضرتك على عليها. شكرا يا دكتور حسن، شكرا جزيلا على هذه المعلومات وكل هذه التفاصيل، وكل سنة وحضرتك كل طيب سنة وطيبين. كل الأمة الإسلامية بخير يا رب، كل سنة وطيبين والأمة جميعا بخير إن شاء الله دائما يا رب. شكرا. مشاهدينا بعد قليل هيكون معادنا مع جولة الصحافة، وهيكون معانا في هذه الجولة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت.
وصلنا مع حضراتكم لفقرة الصحافة اليومية، بنستعرض فيها أبرز عناوين الصحف المصرية. مشرفنا فيها الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفع. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير سيسرى. صباح الخير على حضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب. وقبل ما نبدأ فقرتنا هنروح نستعرض أبرز عناوين الصحف النهاردة ونرجع نستكمل حوارنا. هنبدأ جولتنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، والبداية مع مجموعة من العناوين عن الشأن الفلسطيني. هنقرأ من جريدة الوطن هذا العنوان: الاحتلال يواصل جرائمه في غزة واستشهاد 18 من بينهم 4 أطفال وثلاث سيدات. نقرأ عنوان آخر من جريدة اليوم السابع: الاحتلال يواصل حملة المداهمات والاعتقالات في الضفة الغربية، 219 شهيدا وجريحا في 4 مجازر إسرائيلية بغزة. متابعة حضرتك يا أستاذ أحمد للجرائم المستمرة في فلسطين في ظل التعنت الإسرائيلي ورفض يعني القيادات الإسرائيلية مدعومة طبعا باليمين المتطرف في التوصل إلى أي حل من أجل وقف إطلاق النار. هو العالم كله دلوقتي بيحمل يعني نتنياهو وحكومته المسؤولية. يعني كنا متصورين إن إحنا بس الفلسطينيين بس الجامعة الدول العربية بس، لا ده النهاردة العالم كله خلاص يعني حي. لدرجة ان عندنا لأول مرة سكرتير عام الأمم المتحدة الراجل منفجر بالغضب يعني، وهو منفجر بالغضب من أول يوم، لأن انت شوف حضرتك قلت ايه في الخبر دلوقتي 210 في 4 مجازر. يعني لا انت لو بتتكلم مع يعني عفوا على يعني حشرات هنبقى في وقفة. فما بالك بني آدمين، والرقم تجاوز يعني قبل ما ادخل 41,182 شهيد. تجاوزنا 95,000 جريح. انت قدام 16,637 طفل. الارقام لا تقل. 11,269 سيدة. و1049 مسن، تجمعهم على بعض اكثر من 30,000، يعني فعلا 75% من الشهداء نساء واطفال وشيوخ. 885 شهيد للطواقم الطبية. 207 الانوروا. يعني 172 صحفي. ما حصلش في أي صراع في العالم. هو سيناريو إبادة يا أستاذ. بالضبط. وطبعا هو متعمد الأطفال والنساء دول اللي يعني اللي بينجبوا دول اللي هيبقوا في المستقبل المقاتلين. بيقضي على الأجداد. هو متعمد يعني ما فيش حاجة بتحصل يعني صدفة، أو هو عارف بيعمل إيه. ودي يعني بيوسع دائرة الصراع. عندنا 699 شهيد في الضفة منهم 152 طفل. مظبوط. يعني من الأول بقى رؤية مصر لما اتكلمت على المخاطر والمخطط اللي بيستهدف
يعني كلا البلدين مصر والأردن، لكن يعني في يقظة وفي انتباه، والعالم كله دلوقتي بيحاصر هذا الكيان المجرم. طيب. وإجرامه في الضفة وغزة. لسه مكملين مع حضرتك مع الشأن الفلسطيني، ونقرأ من جريدة الأخبار عنوان: رسميا تل أبيب تتجه لتوسيع الحرب وأمريكا ترسل مبعوثها للمنطقة. إعلام عبري: نتنياهو ينوي إدراج عودة سكان الشمال كهدف للحرب. نقرأ عنوان آخر من جريدة الدستور: خطة الجنرالات، كيف تعمل إسرائيل لتهجير سكان غزة. حضرتك بترصد إزاي تحذيرات مصر من اتساع دائرة الصراع وتأكيد مصر على رفض تهجير الفلسطينيين؟ وإحنا هنا كذا مرة أنا قلت بالتواريخ يعني نداءات سيادة الرئيس على أو التحذير من توسيع رقعة الصراع، وقلنا يعني حتى تعبيرات سيادة الرئيس الدائرة مفرغة من العنف، اتساع رقعة الصراع بالحرف كده. وقلنا انه بعد ساعات كان على اتصال مع الرئيس الفرنسي، وبعد يوم 17 كان مع الرئيس بايدن، لغاية ما حتى وفد يعني البرلمان البريطاني مجلس العموم والخارجية اليونانية، ما في يعني فيش حد في العالم الا ما كلمه سيادة الرئيس محذرا من اتساع رقعة الصراع ودائرة الصراع. لكن في إصرار هو إسرائيلي أنه لا، عايز يعني تستمر الحرب، يعني متأملا أنه يفضل كده لغاية يناير بقى لما يجي الرئيس الجديد، على أمل أنه يبقى الرئيس ترامب، فيبقى فيه دعم لنتنياهو وحكومته واستمراره بقى في يعني مخططه الجهنمي للتهجير، ويعني طرد الفلسطينيين وإقامة الدولة اليهودية اللي زي ما هو بيسميها النقية يعني. لكن طبعا خسائر بالجملة تعدوا 50 قتيل في شمال فلسطين المحتلة، عند حضرتك 100,000 دونم، يعني 25,000 فدان لو حولناهم إلى وحدة القياس الأرض الزراعية في مصر، 25,000 فدان في مساحة صغيرة، ده رقم اتحرقوا أكتر من تجاوزنا 1,000 منزل، 7500 صاروخ سقطوا على شمال فلسطين المحتلة، 200,000 مهجر، يعني مش الفلسطينيين بقى لوحدهم اللي ليهم مخطط، هم كمان اتهجروا من شمال يعني إسرائيل أو الأرض المحتلة. لكن لما يبقى عايز يرجعهم ده معناه أنه في نية للعدوان على لبنان. هنا بقى لو حصل وما فضلش الصراع في أو يعني مساحة المواجهة في 5 كيلو في لبنان وخمسة كيلو في شمال فلسطين المحتلة أو إسرائيل وشمال لبنان كله، رحنا لمرحلة مختلفة من الصراع، لأنه كمان الطرف الثاني عنده 100,000 صاروخ فيهم صواريخ ثقيلة وصواريخ بعيدة المدى، لا تل أبيب هتبقى في مأمن، ولا حيفا هتبقى في مأمن، ولا حتى إيلات هتبقى في مأمن، والمنطقة كلها رايحة لانفجار كبير إذا حصل هذا الجنون الخاص بنتنياهو. نعم. طيب خلينا نروح لملف آخر، ننتقل مع حضرتك للشأن الداخلي أستاذ أحمد، ونقرأ من الأخبار: إطلاق مبادرة بداية لبناء الإنسان المصري قريبا. عنوان آخر من الوطن: الصحة العالمية بداية تعكس رؤية شاملة لتحقيق التنمية البشرية في مصر. هنقرأ أيضا عنوان آخر من جريدة الدستور بنفس الشأن، وهو: مدير الصحة العالمية يهنئ الرئيس السيسي على بداية. أهمية هذه المبادرة، مبادرة بداية جديدة للاستثمار في بناء الإنسان المصري يا أستاذ أحمد، هي مبادرة يعني تاخد 3 شهور تقريبا، 100 يوم أكتر من 3 شهور، أهدافها واضحة ومهمة جدا في بناء كيفية بناء الإنسان المصري. هو أجمل ما فيها أنه استمرار وبتتكامل استمرارا وتكاملا مع مبادرات تانية. يعني لما يبقى في مبادرة متقسمة أنه في الأطفال من سن يوم لست سنين بالضبط ليهم برنامج، مبادرة خاصة بيهم، ومن سن 6 ل 18 ليهم برنامج، وبعد كده المسنين في تفرعات للمبادرة ليهم برنامج. ولما يبقى في الموضوع بقى انت بتتكلم على تعليم، بتتكلم على صحة، بتتكلم على ثقافة، بتتكلم على رياضة، لما ده كله يبقى وبرعاية رئاسية بقى يعني طبعا بيبقى فيه سيادة الرئيس بيرعى حاجة، كلنا عارفين انه الاهتمام اكبر طبعا، التدقيق اكبر. وهنا بتيجي أهمية المبادرات الرئاسية، بيبقى فيه رؤية أنه هنا محتاجة تنشيط، مساحة في المجتمع المصري محتاجة تنشيط، فتبقى المبادرة الرئاسية زي ما حصل في مبادرات الصحة بالمناسبة، يعني منظمة الصحة العالمية أشادت قبل كده طبعا مردودها كبير جدا، تأثيرها إيجابي على المواطنين، يعني هم ليهم اتصال بالصحة، فالمبادرة فيها جانب للصحة، بس هم قبل كده أشادوا
بالتطور النوعي في والكم كمان في الصحة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية أشهد. المفوضية الخاصة باللاجئين في الأمم المتحدة وقالت إن مصر حتى في الرعاية الصحية لا تفرق بين مصري وغير مصري في تقديم الخدمات الصحية. فقطاع أو الملف كله يستحق الانتباه والاهتمام. طيب أستاذ أحمد، هنروح لملف الإسكان، ومن الأخبار نقرأ عنوان طرح 70,000 وحدة لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وعنوان آخر من جريدة الوطن طرح 70,000 وحدة لمتوسطي ومنخفضي الدخل نوفمبر المقبل. حضرتك بتشوف إزاي جهود الدولة في ملف الإسكان الاجتماعي والمتوسط ودعم الوحدات لتوفير السكن الملائم للمواطنين، وطبعا ما يشمله من خدمات مختلفة بتوصل؟ والله يا أستاذ سارة، هو ملف الإسكان كله محتاج توضيح للناس لأنه ملف كبير وفي جهد جبار، لانه يعني حتى بعيد عن التفاصيل، لاول مره في مصر يبقى عدد الوحدات المعروضه للسكن اكتر من عدد الوحدات المطلوبه للسكن. كان دايما الطلب اكبر من العرض، فبتحصل المشاكل الخاصه بالوساطات والمش عارف ايه واللي كنا كلنا عارفينه. النهارده لما يبقى في كمان رؤيه انه برضو الاول مره، يعني قبل كده كان في حكومات وانظمه بتبني مساكن بتبني مدن، لكن الاول مره يبقى في رؤية ان تبني مدن واسكان وفي نفس الوقت تصلحي الموجود من الاسكان القديم. وعشان كده كانت الخطة الخاصة بالمناطق العشوائية اللي هي طبعا يعني 364 مليار جنيه صرفت على تطوير 357 نقطة عشوائية في مصر سكن فيها 1.6 مليون مواطن او 1.2 مليون مواطن. والحمد لله يعني تقريبا ملف العشوائيات انتهى، ما عادش كان يعني صداع مزمن، وانا كنت بسميه عار موجود في مصر. الحمد لله تم التخلص منه والناس عايشه في اماكن ادميه. المسار الثاني ان في واحد مناطق اكثر من 52,000 فدان غير مخطط، يعني ناس عايشه مش اماكن عشوائيه، لكن اماكن مش لائقه بالمستقبل اللي احنا عايزين نشوف فيه بلد. فده اتعمل لما يبقى عندنا 1104 سوق عشوائي فيهم 306,000 وحده بيع انصرف عليهم 44 مليار عشان تطوريهم. فانا عايز اقول لحضرتك ملف، شفت حضرتك قلت ايه في الخبر؟ محدودي ومتوسطي. دي برضه ليها رؤيه انك تدعمي محدودي تساندي متوسطي تتيحي للقادرين. ففي رؤيه شامله لكل الناس، محتاجه وقت اطول بس عشان توصل. والعمل في كل القطاعات، يعني لو هنروح من هذا الملف لملف اخر وهو ملف الاقتصاد والمستثمرين تحديدا، هنشوف مع حضرتك من جريده الدستور هذا العنوان: تسهيلات للمستثمرين واجراءات لتيسير الاستيراد والتصدير. عنوان اخر من الاخبار: اجراءات فعاله لتشجيع الاستثمارات. انعكاس هذه الإجراءات من وجهة نظر حضرتك على تخفيف الأعباء على المستثمرين أو عن المستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية نقطة مهمة جدا، وإحنا لسه بنتذكر مع حضرتك الإجراءات والحزمة من التسهيلات اللي أعلنت عنها الحكومة الجديدة مؤخرا. ده احنا قايلين رقم الأسبوع اللي فات، يعني مصر لوحديها 18.6 من إجمالي الاستثمارات المباشرة اللي جاية لقارة أفريقيا. صح، يعني في 52 مليار جايين ونص، احنا واخدين منهم 10 او بالتحديد 984 مليون دولار، 9 مليار يعني و 483 مليون دولار، 834 مليون دولار. وانت 13 لشمال افريقيا 13 مليار دولار انت واخد فيهم ال 10 دول. ف 19% من اجمالي الاستثمار المباشر اللي جاي لافريقيا ده ما جاش صدفه. ايوه، وكلنا عارفين الاستثمار المباشر يعني ايه، يعني اموال جايه من دوله اجنبيه الى دوله الى الدوله اللي احنا الينا يعني. فأموال يعني مهمة كلها رايحة المشروعات، بتشغل الناس وبتعمل مشروعات تصدر منتجات وبتعفينا من الاستيراد في بعض السلع أو بعض المنتجات، لكن ده ما جاش بالصدفة، جه بقى من اللي احنا الإجراءات اللي احنا عارفينها. شوف حضرتك لسه بتكلم على المستوردين، المستورد الأجنبي دلوقتي بيسجل ضمن المستوردين المصريين إذا مش لازم يعني ياخد الجنسيه، ده تسهيل ما كانش موجود. في قطاع الطاقه انت مدي يعني تشجيع 2% من الارض ياخدها و2% ناخد يعني يسدد من انتاج الكهرباء اللي هيتعمل. انت عملت اعفاءات جمركيه لكل مكونات الطاقه اللي جايه من بره، يعني كان 5 بيت الجمارك 2% والضريب القيمه المضافه من 14 ل 5%. اديت ارتفاع التوربينات الخاصة بال
طاقة الرياح بقت 220 متر ارتفاع. انه الكهرباء هي اللي توافق على المشروع، مش 100 بقى جهة يفضل الراجل يلف عليها عشان ياخد موافقات. فانت اجراءات كتير تستهدف اقتصاد تنافسي، تستهدف تنشيط الاقتصاد الاخضر، تستهدف تشجيع القطاع الخاص. فيعني برضه هو ملف محتاج وقت اطول، لكن اللي قلناه سريعا اجراءات كتير، ادي اخرها الرقم اللي احنا قلناه، واخدين 19% تقريبا من مجمل الاستثمار المباشر اللي داخل قاره افريقيا كلها. طيب هنروح مع حضرتك للامن السيبراني ومؤشر مصر فيه وعنوان الوطن، جريده الوطن، خبراء تقدم مصر بمؤشر الامن السيبراني نتيجه طبيعيه لتطوير البنيه التحتيه والمشروعات المعلوماتيه الطموحه. حضرتك بتصف ازاي هذا النجاح اللي حققته الدوله المصريه في مؤشر الامن السيبراني؟ لما كنا بنتكلم يقولك بتجامله، مش ادي يعني جهات دولية هي اللي بتطلعها وطبقا لمعايير يعني شديدة، مش صارمة، شديدة الصرامة. صح. اللي في 2020 كنا يعني 182 دولة، كنا احنا رقم 23 وكنا في الرقم اللي يعني معروف اللي هو 95.5، كنا 45% النهاردة 192 دولة، احنا في رقم في اهم 12 دولة في الموضوع. طبعا ده ما جاش صدفة، احنا اول ما جه سيادة الرئيس اتشكل المجلس الاعلى للامن السيبراني، وبعد كده في 2017 حطينا الاستراتيجية الوطنية للامن السيبراني. ففي دولة صحية وواعية ومتابعة وشايفة الدنيا عاملة ازاي، وشايفة ان في دول اقتصادها بينهار احيانا من ضربات خاصة بهذا النوع من الحروب. فعاملين اجراءاتنا، لكن يعني افضل ما في الموضوع غير بقى اللي اتعمل من اجراءات هو انه اللي حضرتك قلتيه في دلوقتي في الخبر، ان احنا البنيه الاساسيه الخاصه بالامن السيبراني بتتوسع وبتزيد، وبقينا لينا حضور على مستوى العالم. ده ما جاش برضه صدفه، لانك انت عامله كليات تكنولوجيه وعامله طلبه بتطلعيهم بتخرجيهم لهذا الموضوع. ما عادش العبء على الامن بس، يعني في مجالات تانية الامن بيشيل كل حاجه، بيت وزاره الاتصالات موجوده، جهات تانية موجوده مخرجه، عندك يعني مساحه من اعضاء هيئه تدريس خاصين بالموضوع، كليات تكنولوجيه. فالملف كله نستحق فيه ان احنا نكون من اهم 12 دوله في هذا المجال. حقيقي. طيب برضو معانا عناوين اخرى مبهجه جدا، خلينا نشوف مع حضرتك من جريده الوطن. هنقرا هذا العنوان: للمره الاولى الرعايه الصحيه تفوز بجائزه الاتحاد الدولي للمستشفيات. القطاع الصحي في مصر يشهد كل يوم تطورا في تقديم الخدمات الصحيه. هذا النجاح يا استاذ احمد اللي بيترجم بفوز الرعايه الصحيه بجائزه الاتحاد الدولي للمستشفيات، تعليق حضرتك عليه؟ لانه اكيد برضو زي ما حضرتك ذكرت بيكون يعني ما فيش حاجه بتحصل الا ما بتكون نتيجه لجهود حثيثه في هذا الشان. طبيعي بلا جدال، انا عايز اقول ده احنا عايزين الناس نحفظهم الرقم وبنبسطه 12-14. يعني ايه 12-14؟ يعني 1214 مشروع من خطه 2014-2024 دول تكلفتهم 144 مليار و8 من 10. راحوا فين بقى؟ مستشفيات، مراكز صحيه، مستوصفات، وحدات اسعاف. اللي اتعملوا بقى منهم اللي اتعمل في حياه كريمه، منهم اللي اتعمل خارج المبادره، لكن احنا قدام 1214 مشروع صحي اتعمل في مصر. حقيقي. من 2014. طبعا التكلفه قلناها، لكن ادي العالم بيشهد. لسه انا قايل الكومونيست عمل التقرير، المؤسسات التمويل الدوليه اتكلمت، الامم المتحده اتكلمت، فالعالم منظمه الصحه دي بتشيد في الخبر اللي قبل اللي فات، فالعالم كله شايف. في جزء من المستشفيات للاسف دخل على خط الخدمه في ازمه كورونا، فممكن تبقى الناس لم تشعر بيه لانه دخل يعني تحت غطاء ازمه هائله، لكن ده ما يمنعش انه احنا لاول مره نشهد يعني في مستشفى متكلف مليار 178 مليون جنيه اللي هو من التعليمي سوهاج. مظبوط. هذا الرقم كان بيروح مثلا للصعيد كله في بموازنه الدوله في سنه، رايح على مستشفى واحده. انا في بلدي 489 مليون في مستشفى، مستشفى ملاوي مثلا العام في المنيا جنبنا 30,000 متر، 409 مليون جنيه. هذه الارقام لم تكن موجوده
في يعني موازنات الصحة كلها في مصر. طيب هنروح مع حضرتك لملف آخر، ومن الوطن نقرأ: طلاب الجامعات الأهلية يبدأون جني الثمار. تخريج الدفعة الأولى من الملك سلمان والعالمين الدولية والجلالة تضم 500 طالب. حضرتك بترصد إزاي رؤية الدولة المصرية في إنشاء جامعات من الجيل الرابع لتتماشى مع مقومات المدن الذكية اللي بيتم تدشينها وتم تدشينها بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية كالجلالة والعالمين والملك سلمان؟ حضرتك كنت تتكلم في نفس الموضوع. ما لو ما عملناش كده هنبقى يعني عفوا يعني في اللفظ هنبقى متخلفين عن العالم، لانه ماشي في سكه وهنبقى احنا لسه في التعليم التقليدي. النهارده مجالات التعليم توسعت وبقيتي في التكنولوجيا والاتصالات والنباتات وعلوم الصحراء وعلوم الفضاء ويعني قطاعات تانية ما كانش مطروحه لان الطالب المصري يعرفها. بس الحمد لله ادي الجامعات الخاصه اللي كان يعني او الاهليه اللي كان 8000 طالب في البداية، أدي 42000 طالب، المقرر السنة دي 60000 طالب بالظبط. توسع غير مسبوق، عندك يعني أكثر من 472 كلية، 410 برنامج دراسي، فالدنيا بقت مختلفة في هذا المجال. الحمد لله خفف العبء كتير على التعليم الحكومي، الموازنة رايحة بدل ما تبقى مثلا على 1,000,000 طالب بقت على نص أو 700000 طالب، فده أتاح إنه كمان التعليم الحكومي ياخد أو يستفيد من الموازنة المقررة. بالتأكيد يعني احنا هنكتفي مع حضرتك بهذا القدر من العناوين. سعدنا وتشرفنا بوجود حضرتك معنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. ربنا يخليك، شرفتنا بوجودك معنا. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب وخير. والمشاهدين أيضا يعني كل سنة وحضراتكم طيبين، وشكرا على حسن المتابعة. ويعني برضو اسمحوا لي إن أنا أهني أو أحيي سارة، وبقول لك كل سنة وأنت طيبة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وأيضا بمناسبة عيد ميلادك اللي بيصادف إن هو يكون النهاردة. طيب وأنت طيب يا باسم، وكل الأمة الإسلامية بخير يا رب بمناسبة المولد، ذكرى المولد النبوي الشريف. يعني أكيد استفدتم مشاهدينا الكرام من أستاذ أحمد رفعت الكاتب والصحفي الكبير، ومن دكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق اللي حدثنا عن يعني تجليات وعظمة الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم العظيم الحقيقة، ذكرى المولد النبوي الشريف. استنونا بكرة في حلقة جديدة من هذا الصباح.